احنا هاربين من كزان النجار، كنا ساكنين الليل ما عرفناش اننا من ضرب الكدايه، وهجينا انا من سكان الشمال وحياتنا سودة، لا مساعدات بيجينا ولا حاجه وماش عارفين نعيش. والله 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 لا طحين بيجينا ولا ايش بيجينا، ما احنا مش عارفين نعيش. احنا هججونا يقولون روح على الشمال روح على الجنوب، روحنا على الجنوب لقينا الضرب، وين ما نروح قاعدين بنموت مش عارفين احنا وين بدنا نروح. انا بدي اروح على رفح، انا واولاد، انا من الصوابه وعندي بنت كفيف واحنا متدمر، مش انا معيش مصاري، انا هاجي جبتوا له شكل معيش، من وين اعيش؟ بدنا نعيش. انا الى 10 ايام ما ذكش اكل، اكل ما ذكش، انا هارب من خان يونس من الكصيف رايح على رفح، مش ملاقي اكل، شايف برجي قاعد من قله، مش ملاقي لا ميه ولا شرب ولا معانات. قوة القصف كله طلعنا نزحنا احنا وكل المناطق في غزة، يعني وجهنا على الجنوب زي ما كانوا يحكوا انه هي مناطق آمنة، لكن فيش مناطق آمنة في غزة، هم بيحشدوا او بيخلوا الناس تروح على الجنوب، وهينا من منطقة لمنطقة من منطقة لمنطقة وفيش مكان آمن. يعني انا هيني رايح على رفح اشوف لي نطفة آمنة فيها اقعد فيها. طلعنا من شارع جلال، شارع جلال البلد خانونس، متوجهين لمدينة رفح من شدة القصف الإسرائيلي، والأمان بالله أنا مش شايف منطقة آمنة، فيش مكان آمن، الأمان بالله وبعين الله.